شيري مدربة برضو معانا النهاردة في نادي هليوبلس لمواليد 2010 صح؟ 2010. كوتش ايه؟ زيك انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. شايف مجهود كبير جدا بتعملوه مع الاطفال، وانا انبليف ومقتنع ان تدريب الاطفال الصغيرين في السن بيبقى اصعب كتير جدا من تدريب الكبار. بيبقى اصعب شوية كتير لان انت لازم ما تزعلهمش، لازم المنتاليتي بتاعتهم لازم تبقى تعرف ازاي تتعامل مع طفلة صغيرة. اي حاجة هي سنسيتيف جدا، لازم اي حاجة لازم تبقى حابة التمرين اصلا عشان تتمرن، والا مش هتتمرن معاك فاهم يعني. لازم كل ده، وخاصة الجمباز كمان لعبة صعبة شوية، فلازم تبقى بقى اصعب كتير من الصغيرين، من مش بيفهموا كمان على طول، لازم كل حاجة تعيدها كذا مرة كذا مرة. انا بمرن عندهم 7 سنين، فسبع سنين ده they are very small يعني فاهم، صغيرين اللي هم بيحتاجوا فعلا تعامل خاص. بالظبط، لازم تعمل كل حاجه بايدك، لازم تجري تمشي على بنت بنت. انا اوريدي فريقي 12 بنت، فبس الحمد لله يعني. طيب قولي لي يعني انتوا فاميلي، يعني اللي انا شايفه ان انتوا بتتعاملوا كاسره مع بعض كل. بالظبط لان احنا كلنا يعتبر تيم واحد، من اول الهيد كوتش لحد اصغر حد فينا، كلنا بنات، كلنا بنحب اللعبه، كلنا اوريدي اصلا كنا بروفيشنال، احنا كنا بنلعب، فكلنا فاهمين اللعبه كويس، كلنا صحاب اصلا حتى بره التمرين، فده عامل وان بيج فاميلي كويسه جدا يعني في الملعب، مخلينا كلنا وان تيم. تشتغل انتوا على الحته دي ان انتوا تقربوا ما بين الاطفال وما بين بعض، يعني تقربوا؟ طبعا لازم بنعمل حاجة زي ممكن نتغدى مع بعض برا، ممكن لو في حاجات كان ممكن كذا كوتش تاخد نعمل كامب مثلا في اي حتة. احنا اوريدي دلوقتي كنا في كامب، كلهم بيناموا هنا في الدومز، كلنا مع بعض، كوتشز مع بعض، ديانا معانا، فكل ده بيقرب ما بينهم من بعض، نبقى اصحاب اكتر من ان ترينر والبنات فاهم، فهي دي بتبقى احسن حاجه يعني. هي كمان ليها ريتيرن على السوشيال لايف، يعني الطفل بيبقى ليه عائد من ان هو بيمارس الرياضه دي في الحياه للمجتمع. بالظبط، انا ساعات ممكن بيرنتس تيجي تقولي بليز قولي لبنتي كذا، هي هتسمع كلامك مش هتسمع كلامي يعني، مثلا هي بيحبونا بيبقوا واخدنا شويه زي مثل اعلى شويه، ان هم شوفي مسائيه مثلا بتعمل ايه انا هعمل زيها، هم اوريدي صغيرين فدايما بيبصوا الكبير بيعمل ايه، فلازم يبقوا حابيننا عشان يتقبلوا كلامنا فاهم. عايز اعرف بقى ايه حاجه تانية دلوقتي، الارض اللي انا واقف عليها دي انا حاسس ان هي مش زي الارض العاديه اللي احنا بنلعب. ده بيبقى تابي مخصوص للجمباز الريتميك جيمناستكس، للجمباز الايقاعي، عشان احنا في التمرين بتاعنا في بيرواتس، في زي بنلف بنعمل حاجات، فلازم بيبقى لابسين زي سبيشال شوز زي سليبرز نعمل بيرواتس، لازم الارض دي هي دي المعترف بيها في كل حته. التابي ده لازم بالظبط، لازم دايمنشنز معينه، لازم التابي ده بالظبط هو ده بتاع الجمباز الايقاعي.